نصائح لصحة أسنان جيدة: اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين في حيفيزية تنظيف الجراثيم والبلاك من أسطح الأسنان ويساعد في الحفاظ على صحة الأسنان. اعتني بنظافة لسانك، يمكن أن يسبب اللسان غير نظيف مشاكل صحية في الفم مثل رائحة الفم الكريهة وقرحة المعدة. تنظيف الأسنان بالخيط: أن استخدام الخيط ليس مجرد إزالة أجزاء صغيرة من الطعام بين أسنانك، إنها طريقة لتحفيز اللثة وتقليل الترسبات وتقليل التهابات في المنطقة. اختر معجون يحتوي على فلورايد. الفلورايد عامل فعال وقوي مضاد للتسوس، ويحمي الأسنان من نزع المعادن ويقوي ميناء الأسنان من الأحماض بسبب البكتيريا الموجودة في الفم. تجنب تناول الأطعمة السكرية والحمضات، تتحول السكر إلى حمض في الفم يؤدي إلى تأكل الميناء ويؤدي إلى تسوس الأسنان. استخدام غسول الفم: يعطي غسول الفم جزءا لا يتجزأ من غسل الأسنان اليومية، إنه ينعش أنفاسك إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة ويمنع تسوس الأسنان وأمراض اللثة. عدم التدخين: يسبب التدخين أضرار منها تصبغات الأسنان واللثة ورائحة كريهة للفم. اذهب إلى طبيب الأسنان مرتين على الأقل في السنة لإجراء الفحوصات والتنظيفات المنتظمة.